خد الإقامة الذهبية في الإمارات لمدة 10 سنين، وكمان عن فئة المبدعين مفاجأة مثيرة من عمر كمال للجمهور. مش هتصدق اللي حصل معاه، مطرب المهرجانات عمر كمال فاجئ الجمهور في الساعات اللي فاتت بإعلان الحصول على هدية محدش كان يتوقعها. الهدية دي اتقدمت لعمر عن فئة المبدعين بعد نجاحه الأخير. عمر نشر صورة ليه على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها وقال: شكرا لبلد الثاني دولة الإمارات الحبيبة على منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنين عن فئة المبدعين. لكن كالعادة عمر مع كل إعلان عن حاجة بيعملها أو مكافأة أو هدية بيقدمها، عادة ما بيعمل حال الجدل على السوشيال ميديا وبيتعرض لسيل من الانتقادات، وده اللي رد عليه عمر في الأيام اللي فاتت وقال: مش عارف كل ما أجيب حاجة جديدة يتعمل لي عليها شوية جدل، ومؤخرا ربنا أكرمني وجبت عربية كويسة كان نفسي أركبها وبعت كل عربياتي، معيش غير العربية دي بس. وعبد الباسط حمودة كل ما يشوفني جايب حاجة جديدة يقول لي: ده خيري علشان أنا عملت معاك أغنية ضيعنا ونجحنا. عمر كمان وجه رسالة لجمهوره وقال: أنا عندي 11 مليون أخ وأخت على الصفحة دي، جمعتهم فعلا بتعب على مدار سنين بأغاني حلوة وبأفراح وحفلات وسفر، وحلمت أن أوصل ليهم. في منهم كتير بيحبوني ومنهم كتير بينتقدوني في الكومنتات ويشتموني، أنا مش زعلان منهم وممكن يكون أنا السبب لأني عملت حاجات في أول طريقي ما ينفعش أن أعملها، بس يمكن عملتها عشان فيكم أنكم تفرحوا معايا بيها، ما كنتش أعرف أنها ممكن تزعلكم، وفي إشاعات طلعت أنا ماليش ذنب فيها. بيقول كمان عمر في رسالته: بس بقالي فترة مركز في الشغل وبس، والأيام الجاية أو كل اللي جاي مش هتسمعوني أو تشوفوني غير في شغل وبس، وأغاني كويسة ومحترمة تليق بيكم، ربنا يعلم أنا بحبكم من قلبي ونفسي تحبوني زي ما أنا بحبكم. في الفترة الأخيرة كمان اتسبب عمر كمال في جدل كبير بعد تقديم أغنية أنت معفنة، واللي بدل كلماتها من أغنية أنت معلمة، ووقتها عمل حالة من الضجة كبيرة على السوشيال ميديا انتقادات كبيرة، لدرجة ان تم تحويله للتحقيق هو وحمو بيكا. عمر خرج بعد انتهاء ازمته وقال في الوقت ده قدام نقابة المهن بانها خطأ غير مقصود، وكمان قدم اعتذار عن الفيديو المنتشر ليه واكد انه مش هيعمل كده تاني، وقال: المقطع المنتشر من انت معفنة مش اغنية، ولكن هو مقطع على سبيل الهزار، وانا بعتذر عن اي تصرف صدر مني خاصة بعد نجاح حفلتي في كندا، واعتذر عن اي تصرف خرج مني عبر بعض مقاطع الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا او كلمات خارجة. هركز الفترة الجاية على النجاح والفن، ومحدش هيسمع عني اي مشكلة، والامور هتبقى كويسة مع نقابة المهن الموسيقية، ومشاركتي في حفل العالمين مسؤولية كبيرة يجب ان اكون اهل لها، ولا يصدر عني اي تصرفات غير لائقة، واعد الجماهير بعدم الخروج مجددا عن النص.